كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة كانت في احتياج لتدبير سيولة نقدية لتوحيد سعر الصرف، وأشار إلى أن الدولة كانت تعمل خلال الفترة الماضية من أجل حل أزمة توفير العملة الصعبة. الدولة كانت محتاجة أنها تدبر سيولة مالية كبيرة عشان تتعامل مع التراكم المتأخرات اللي كانت موجودة، وإن إزاي نضمن من خلال السيولة اللي موجودة نعمل توحيد لسعر الصرف. أي اقتصاد في العالم ما ينفعش إن هو يشتغل على سعرين للصرف أو سعرين للعملة، ولأن للأسف مع طول أمد المشكلة ابتدت تتكون لدينا قناعة كمواطن وكتاجر وكصانع إن الدولار ما أصبحش يعني مجرد وسيلة إن أنا أدبر بيها العملة، ده هو نفسه أصبح سلعة ويتم المتاجرة بيها. واحنا كنا عارفين ان دي كانت مشكلة كبيرة جدا وكنا شغالين عليها زي ما بقول لحضراتكم. النهاردة الحمد لله بالاجراءات اللي تمت من خلال توفير سيولة كبيرة جدا للدولة المصرية، من خلال الاجراءات اللي تمت ما بين الحكومة والبنك المركزي امس واعلن عنها المحافظ بمنتهى الوضوح في مؤتمره الصحفي امس، الدولة المصرية النهاردة لدينا الاطمئنان والثقة، وانا بكررها لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملات أو العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة كلها.